لقد أثبتت القوات المسلحة دائما أنها السند القوي للنهضة في السلم والحرب. لذا كانت إرادة سلطان قابوس وتصميمه الشخصي على بناء جيش عماني مجهز تجهيزا عاليا مسألة مهمة في صياغة القوة الأساسية للدولة الحديثة الناشئة في مواجهة عمليات التخريب والأفكار الضالة الهدامة لمجموعة من المخربين والمعتدين باعوا أرواحهم للأفكار الضالة. وقد استطاع جلالة السلطان قابوس بفضل خبرته العسكرية وعزيمته وتصميم الجيش العماني كسر شوكة المعتدين وتطهير البلاد من أفكارهم الضالة ودحرهم نهائيا. وتركت خبرة السلطان قابوس العسكرية أثرها في نفوس الجنود في أنه أخذ يتابع شخصيا أحوال وحدات الجيش السلطاني ويهتم بتحسين أوضاع الجنود ويتفقد مراكز التدريب. وكان لزيارته إلى معسكري الفرقتين في مدينتي الحق وقيرون حريتي صدى متميز. فقد وصل السلطان قابوس على متن طائرة مروحية مع عدد من مرافقيه وأمضى النهار كله مع المتطوعين وتناول معهم الطعام واستمع إليهم وحدثهم عن خطط التغيير في البلاد.